يمكن سمعتوا الشيخ أحمد الرفاعي يوم وفاته صلى الصبح جماعة، صلى الصبح جماعة وفاتت زوجته بدها تعمل شيء سخن مشان يشرب الشيخ أحمد رحمه الله. فلما دخلت سمعت شو عم يضحك فدخلت إليه فوجدته قد مات رحمه الله. المؤمن الله تعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإذا كم من إنسان واقف على شفير قبر هو عم يتأمل الميت لما بيدفنوه وبيتساءل الإنسان هذا الميت فرح الآن بمصيره أم حزين؟ كل واحد منا بده يموت، فهل حتكون أنت فرحان بمصيرك أم تكون حزين؟ ماذا يتمنى وماذا يريد؟ ما بيقطع تفكيره إلا بيسمع صوت واحد فيقول سلوا له التثبيت أو الثبات. لأن المؤمن لما يدفن يجي ملائكة يا أحبابنا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من دفن ميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. سلوا له التثبيت. فإذا وكان النبي يكثر من الاستعاذة من عذاب القبر. يا ترى نحن بعد كل صلاة هل تستعيذ بالله من عذاب القبر؟ اللي بفكر فيه حقيقة وضعي يهتم لهذه الدنيا أغلب الناس مشاكل فلان قال وفلان قال وفلان عمل وفلان حق، يعني هذا خلقت أنت؟ لا، الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تفكر في الموت، تفكر في القبر كيف سينور. الله يرحمنا وإياكم. هذه الحفرة يا أحبابنا ما فيها جليس، ما فيها شيء يؤنس إلا عملك الصالح، ولا مال ولا بنون، القبر مسكنك والتراب فراشك والدود بياكلك. هذا بيحصل. مرة واحد من أخواننا كان في جنازة بالمقبرة مقبرة الشهداء في بيروت، فراح واقف كان عم يطلع الحفار، كان قبل ما تجي يعني يجيبوا الميت عم بيشيل عم بيحفر القبر مشان يشيل اللحم حتى يهيئ القبر للميت. هو واقف أخونا عم يتفرج، فلما هن في ثلاث بلاطات ثلاثة واحدة اثنين ثلاثة بحطوها فوق الميت، شال أول وحدة، الثاني لما عم يقلبها تتذكروا اللي كانوا في بيروت أثناء الحرب في قصف، إذا ضربت قذيفة على الحيط شو بيصير؟ احمرار واصفرار على اليمين. لما قلب البلاطة اللي هي على القبر كلنا بقى طالع منها احمرار وسواد. شال الثالثة وجد كأنه امرأة في القبر من هون وتحت محروقة سوداء بالقبر وعلى اليمين وعلى اليسار طالع النار. لما تضرب النار بالخيط انت شو بيصير؟ سواد هيك على اليمين وعلى اليسار. رجع سكر ورجع. الامر ما سهل يا احبابنا، الامر مخيف. لذلك كم من قبور بتشوفوها انتم منظرها كثير حلو من برا ولكن قد تكون نارا تلظى، وكم من قبور فوقها بكون خراب وهن هؤلاء في نعيم. الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أصحاب النعيم. لذلك نحن ما بدنا نطول، هذا المجلس كان لمدح النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ونذكر شيء عن الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله، ولكن حبيت أن أذكر بالموت لأنه هذا لابد منه. الأب سيفارق ولده، والزوجة ستفارق زوجها، والأخ سيفارق أخاه، ولكن إما إلى جنة وإما إلى نار. هل هيأت ليوم الزاد؟ هل تهيأت؟ تفكر كل يوم، يمكن الليل تموت ما بتعرف، الله سبحانه وتعالى يرحمنا. الشيخ أحمد الرفاعي لما نقول الشيخ أحمد الرفاعي هلأ الصغير كنا نسميه الشيخ أحمد الرفاعي الصغير رحمه الله. الشيخ قال عنه حاله صادق هذا الرجل،
حقيقة حاله صادق. من أكثر كنا مرة جالسين في بيروت في الليل عندكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الحادث كانت حوالي يمكن سنة 81 قبل اجتياح بيروت، وكان عندكم عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه الحال. الحال إجا الحال مش صرخة لا، حوالي ساعتين كان يتكلم ومصد يتكلم بلغة من معرفة شهية، ساعتين عم يتكلم بلغة غير اللغة العربية، هو ما بيعرف لغات الزلمة رحمه الله، كان يتكلم بلغة ثانية كليا وصريح وبكاء ساعتين. بعد ما انتهى ساعتين قعد كيف واحد أكل أطلي نرمت يا شيخ أحمد شو كنت عم تحكي؟ شو كنت عم بحكي؟ ما معنى خبر الرجل؟ الرجل رحمه الله حاله حاله صادق، لما بيمدح من كل كيانه بيمدح من قلبه فبيأثر بالحاضرين. لذلك لو واحد صوته حلو، هو صوته حلو رحمه الله، ولكن كان يمدح من قلبه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومن جملة اللي كان يقول قال أخونا خالد الحاج خالد حفظه الله لما قال محمد ما في بالخلق مثلك، لا لا ما في مثل النبي محمد، ما في أبد، لا لا يا بابا الله نورك أي يا محمد في الكون، لا لا لو الذي خلق الجمال بصورة ما مثل أحمد صورة وجمالة. هيك كان يمدح من قلبه الشيخ أحمد الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله رحمة واسعة. والشيخ عبد الله مرة شو قال له؟ قال له يا أحمد رأيتك في مرائي كثيرة. الشيخ عبد الله اللي عم يشوف المنام ما نحن، قال رأيتك في مرائي كثيرة لا أقولها لك. منامه حيتكبر؟ لا، ولكن ما خبروا إياها الشيخ رحمه الله. وكان لما يعطي الدرس في مسجد الإمام علي في بيروت ما في محل يعني تقف بالمسجد الإمام علي، فوق وتحت مليان. وحتى مرة واحد من أحبابنا الطيبين في المجلس حلف بالله رأى الندى وبتمد الدنيا شافه عم ينزل مثل اللولو بالمجلس، كان يمدح النبي من قلبه يدرس في التوحيد، وكان عنده وعظ وإرشاد ما في واحد من جماعتنا بيقدر يعطي الدرس مثل الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال عنه الشيخ مرة أخذوه رجال الغيب في درجة الأولياء ناس معينين اسمهم رجال الغيب. هذه الحادثة حصلت في لبنان، كان هو بالمسجد، هذه قصتها، كان بالجامع بأباع فوق، وكان معه بعض أحبابنا ما حنذكر أسمائهم الآن لعلهم ما بدهم أو بدهم بعدين. في الليل مقفل المسجد مقفل مقفلين ونايمين كلهم بالجامع، فواحد من أحبابنا قام بالليل بده يدخل على الخلاء، اطلع ما لقى الشيخ أحمد نايم، شو ظن؟ إنه هو في عم يتوضأ أو بالخلاء، لأنه المسجد مقفل من جوا بالقفل. نزل لتحت، يا شيخ أحمد يا شيخ أحمد، ما في شيخ أحمد، منه موجود، برم كل الجامع منه موجود شيخ أحمد، اختفى المسجد المقفل، شو بدي اعمل؟ رجع منين؟ فاق الصبح لقى الشيخ أحمد قدامه نايم، قال له لك يا شيخ أحمد وين رحت؟ قال له وين رحت؟ بعد نايم عشان كل الليل والله فوت. خبر الشيخ رحمه الله شو قال؟ قال أخذوه رجال الغيب. بعض الأولاد بياخذوا واحد بلاله ونايم وبيشتغلوا فيه وبيرجعوه. مرة الشيخ عبد الله رحمه الله كان بالبيت عم يعطي درس والشباب قاعدين، فدخل رجل ما حدا بيعرفه أول مرة بيشوفوه، ورائحته منه يعني معطر ولا لا 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 يعني زاحوا عنه الشباب. خلص الشيخ الدرس قام هذاك قعد ومشي ما حكي مع الشيخ. بعد ما راح شو قال له الشيخ للشباب اللي قاعدين؟ قالوا أتعرفون من هذا الذي جلس هنا دخل؟ قالوا له لا شيخنا أول مرة بنشوفه. قال هذا من رجال الغيب. هون الأكابر رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هون الأكابر، بس كيف وصلوا يا أحبابنا؟ بتقوى الله. اللي بده يقول أنا رفاعي أو يحمل على عاتقه أنه مداح النبي